أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج حديث اليوم، وفيه نتناول مع الأستاذ المحامي خليل توكراس الأوضاع بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وعلى رأسها الهدنة أو وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بالمدينة. أهلا ومرحبا بك أستاذ خليل توكراس في راديو دبنجة. وفي البداية، ما هي تفاصيل الهدنة أو وقف إطلاق النار ما بين الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر، وهل لا تزال سارية حتى الآن؟ المدينة بقت يعني كلها في مغمى النيران، كويس، النيران المتبادلة، ودخل لأنه يعني في كلها تردمج، يعني في أثار جانبية كثيرة، الدانات بتقع هنا طلق الطائشة وكده، فأضرت بكثير من المواطنين، يعني مواطنين على السرير، يعني ممكن يكون في أكثر قريب الله حسب المعلومات الآن دي ما عندي الأخيرة، لكن الناس بيتوفوا أكثر من كم واحد إن شاء الله، وجرح ذات وعدد كبير يعني، كويس يعني، فدخل لأنه عيان المدينة والناس تفكروا في إنه خلنا المدينة حتكون موجودة، ونفر كريم يتحركوا ومشوا قعدوا مع الوالي وتناقشوا معه، وبعد ذاك في اتصال تم بينه وبين الأطراف، يعني مع القوات المسلحة ومع ناس الدعم السريع، ويعني باجتماعات أخذوا اجتماعات وصلوا لشكل ياخو بتاع التوافق في إنه يكون في هدنة بيناتهم، يكون في وقت إطلاق نار للفترة بتاعت إنه الناس على الأقل تعيد وكده. الطرفين استجابوا للهدنة دي، فكانت من يوم الوقفة يعني ما حصلها، يعني نذكر انه اليوم الاول اليوم الثاني لحد الليله الهدنه ناس طرفين ملتزمين بها، وهي في تخوف وسط المدينه، لكن ده ادى راحه حقيقيه للمواطنين، يعني ممكن الناس يتحركوا، الجرحى الموجودين قدروا يودوهم المستشفى الجنوبي باعتبار انه ده المستشفى الوحيد الشغال، وفي بعض المراكز الصحيه برضه فتحت وقدروا يتلقى العلاج وكده، من ضمنها المركز الصحي بتاع غسيل الكلى. فالناس دي لما بدات الحاله طبعا يقولوا هم دي المفروض يغسلوا يومي وكده، ما كانوا مرتاح يعني باعتبار انه من امس بدات والناس يعني تباشر الاسعافات، يعني الخدمات الطبيه في المركز بتاع غسيل الكلى، وممكن يكون برضو في مجموعات في مجمع برضو شمال الفاشر، مجمع يعني في الاخصائيين دي اللي بيجوا بيمشوا بيداوموا كده، وفي مركز الشوق برضو شايف وخسر خدمة الليلة، ومركز عبد السلام، قال مركز عبد السلام ده مركز برضو في شمال الفاشر، يعني الأخصائيين دي المطوعين قاعدين يمشي هناك والدكاترة، فالتيم الطبي ما قاعد يقصر، يعني التيم الطبي يعني الناس يعني شباب الناس المطوعين الناس يعني بقت ياخو دي حالة إنسانية طبعا شغالين فيها. فالهدنة دي بالنموذج تم، أنا أفتكر إنه نموذج موضوعي ووفر أمن حقيقي للناس، يعني الناس وهي تغرد قدرت تتحرك، الأسر قدرت يعني الانفصال تم، الأسر اتجمعت مع بعض وكده. الليلة حسب الاتفاق إنه اليوم النهائي، فالناس متخوفة إنه إذا الهدنة دي يعني ما تمدت ممكن يحصل ثاني من أول. سمعناه يا أستاذ إنه دي هدنة دائمة، الآن أنت بتتحدث عن إنه الهدنة دي كانت محددة بثلاثة أيام بس. هي طبعا هم دفعوا في انه يعني ما في زول الهدنه شرعيات كالعادي، انه يكون في منطقه عازله على الاقل، الدعم السريع موجودين في شرق المدينه يكونوا قاعدين، الجيش برضه هو مهيمن على المؤسسات وموجود ممكن المؤسسات الرئيسيه وكذا من القياده موجودين المنطقه الغربيه المطار وكذا ودفاعاته، فانه اي زول يكون قاعد في موقعه وما يكون في هجوم لبعض، وتفقوا في انه السوق والمنطقه المعزوله دي يخلوا الشرطه انها هي يعني تامن السرقات وبعض المتخلفين وكده، ده كان الاتفاق التام. العشم بتاعت الهدنه انها هي المفروض تكون يعني مربوطه في انها ما يسفر عنه الاحداث الخرطوم، يعني كويس الناس تكون اي زول يلتزم محله باعتبار انه المعركه الحقيقيه هي في الخرطوم، يعني ما في الولايات وكده، وفي ولايات تانية برضو فيها خدون نسبي، يعني ممكن يكون الجنينة زالين يعني انه الناس فيها خدون نسبي موجود،
فده كان الفهم بتاع الهدنة. لكن الوضع طبعا هسي الوضع مفروض ضبابية بتاع الوضع، يعني هسي في كلام في انه يعني ممكن يحصل دون كان للفاشل في تجمعات من هنا، في تخوفات موجودة. فهسي المعلومة لدي انه اللجنة تاني مشت تقوض مع الاطراف برضو تأمن على بقاء الهدنة على الاقل يكون في استقرار موجود لحد ما يشوفوا انه اللي بيحصل شنو في الخرطوم، يعني قال انه ما تذكر عنه الحرب الدائره في الخرطوم هي كده. فالناس اللجنه كان همه منه على الاقل يضمنوا يعني اسقاط الطلقه وما يكون في اشتباكات في المدينه، ويربطوا المساله بما تولي له الاحداث في العاصمه. الاساس بتاعت الهدنه اللجنه دي مشكله من 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 اعيان ولا من نشطاء لمدينه الفاشر ولا والله من اعيان من اعيان يعني فيها أئمة مساجد، فيها إدارة أهلية، فيها أعيان المدينة والناس دافعت يعني فيها برضو يعني شباب موجودين. المهم الناس اللي عندها الهم يعني بداية كان فيها حجمة صغيرة طبعا، لكن هذا الناس كان صعب يعني. لكن الناس لما لقيت إنه ده الواقع ودي الحياة يعني لازم يقوموا بدوره، وانا فكر انه قاموا بدور كبير جدا ووصلوا الاطراف، لانه كان التواصل بين الطرفين ما كان موجود، ما بيقوا حلقه الوصل. الهدنه كانت ليومين، اليومين ديل اعتقد انه ادت الناس امكانيه انه يحصروا او يشوفوا مدى الدمار اللي تم اثناء القصف. لو عندك فكره تورينا يعني مدى الخسائر والدمار اللي تعرضت له مدينة الفاجر وخصوصا المدنيين في بيوتهم، يعني في اليومين ديل شفتوا شنو يعني أثناء الهدنة؟ والله هو الحركة ذاتها مغيرة، لكن يعني أنا ممكن أكون أنا قاعد في غرب الفاجر، في غرب الفاجر أنا في منطقة الدرجول وكذا، أي صحيح في يعني في دانات طبعا وقعت في بعض البيوت، سببت خطايا في بعض البيوت، وممكن في يعني في طلبة عايشة برضو. يعني المعلومة لنا عندي إنه ممكن يكون في الجامعة في دكتور برضو قصة، وفي واحد موظف بتابع لناكريليف برضو يعني في الجزء الشمالي من درجة أولى برضو طوفة بطلقة طايشة وكده. والإشكال في إنه يعني ما تقدر إنك أنت تتحرك عشان تحصل الحاجات، يعني هي كانت سوشيال ميديا الناس بيتواصلوا بها من كل الأحياء، بعد ذلك اللي تعمل مثلا النت من الصباح مقطوع كويس، وما في تواصل ذات أنت تقدر تعرف المجال. طيب المنطقة الشرقية الحتة بتاعت الربع الخامس حي القاضي الحي بتاع الجوامعة الحتة بتاعت الأخيرة، يعني دي كان فيها 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 خسائر من الله يعني. يعني تبدأ في وحدة ممكن يكون يعني في سبعة زول ممكن تظهر، وفي واحدة ممكن تكون طلعت في المسألة دي. فهو معظم الضحايا المدنيين بتاعت الحرب دي في المنطقة الشرقية، يعني في المنطقة الشرقية من السوق الحياة الشرقية دي. ففيها يعني أقول لك قلت لك حسب المعلومة اللي عندي إنه أكثر من 40 يعني ضحية، ناس يتصلوا مواطنين وزن دي ممكن يكون في الكوفير بتاعهم يعني. في بيوت اتدمرت صحيح يعني في بيوت تاور بالأرض، فأنا يعني ممكن يكون حسب المعلومات اللي عندي زي 4 أو 5 بيوت اتدمر تماما، ودي في المنطقه الشرقيه. في درجه اولى في بيت يعني وقعت فيه دانه حركته وكذا موجود. برضه في سوق نفاشا، سوق ماسكر نفاشا برضه وقعت فيه دانه حركته. فدي الكروس فير الموجوده يعني، هي يعني حركه شوفي جلحه دي الموجوده. لكن لحد الان انت ما هو الصعب جدا يعني، لكن التقرير اللي طلعوه بعض الصحفيين هو ده اكبر تقرير ممكن يكون للاحداث. سمع يا استاذ، الناس بيشتكوا خصوصا مثلا زي في نياله وفي الخرطوم في الابيض من تناثر لبعض الجثث في الطرقات العامه، سواء كان من المدنيين او من الطرفين. هل المساله دي يعني برضو عانت منها مدينه الفاجر ولا؟ لا جثث، في كان جثث موجوده، والوالي كان كون لجنه، اللجنه دي فيها فريق طبي، فيها نفس اللجنه بتاعت المسائل الحميده اللي دخلت ديل تتحركوا، يعني في جثث كانت موجوده
حتى يعني ممكن يكون أخذ ثلاثة يوم أربع يوم كده. ففي جثث يعني الناس قدرت تسويها يعني، وممكن يكون في جثث برضه في المشرحة لسه لحد أمس كانت موجودة، قدروا سؤالها المشرحة وكده بعد ما الناس ما بعد ما يتوفوا كده ودوهم مجرحين ودوهم المستشفى، ناس يتوفوا في ناس يجيبوا في المشرحة. لكن الجثث في التراب دي هي اللجنة دي اتحركت، والوالي هو انفرد طبي ولفوا وكان معاهم الإسعاف وكده، وطرفين زي هم تقبلوا المسألة. والجثث الموجودة اللي على الأقل الموجودة في الطرقات وفي الشوارع العامة الناس قدرت تشتريها. أنت أطلعت أنا على الوضع الصحي عموما، وأصبح السؤال حول الوضع الاقتصادي. خلف اليومين دي الأسواق فتحت بحيث أنه مكنت الأسر من أنها تحصل على احتياجاتها من الطعام وكده. في أسواق طبعا طلعت من الخدمة زي سوق المركزي بتاع الفاشر، هو اليوم الثاني كان الاختبار في جنبه، وممكن يكون وقع فيه وجدانات وذخيرة وحرقة سوق المركزي. سوق المركزي طبعا كان يعني ممكن يكون ممول أساسي للبغوليات للفواكه للخضار وكذا، فالسوق المركزي طلع من الخدمة يعني طلع من الخدمة يعني ما عاد يعني حتى المخزون الموجود كمية كبيرة منه يعني السوق يتحرك. أنا مشيت في السوق يعني ما تتخيل الحريقة بتاعت المواد الموجودة، يعني كمية بتاعت البغوليات الموجودة اتحركت، بتاعتين اتحركت كلها كانت يعني محروقة يعني. فالسوق المركزي طلع بعد الحريق يعني جزء كبير منه طلع، فبيفتح السوق ما يعني تلقى انه سوق العرب حتى يعني معظم الاسواق اللي حتى السوق الشراب هو السوق بتاع معسكر المفاتر، لكن بيفتح برضه فتوح جزئي بترقب يعني الناس يعني ممكن الناس تمشي تقضي بعض الحاجات، وفتوح ذاته فتوح جزئي في نوع من الحذر شديد من الناس. الدكاكين ما فاتحه الا يعني بعض الدكاكين في بعض المناطق، يعني ممكن يكون في درجه اولى الآن يعني ممكن دكانين ثلاثة ممكن يكون فاتحة. بيجي الزول بيفتحوا على حذر يعني بيقدروا يفتحوا كده الناس يشيلوا حياتهم ويمشوا، لكن إذا الوضع ده استمر زي ده ما هو في النهاية الأصول بتاعت الحاجات ذاتها لازم تعرف معظم الحاجات اللي من الخرطوم كده، وما في حاجة خاشة إلا المخزون الموجود. فإذا الوضع استمر زي ده متأكد تماما إنه يعني حتكون في كارثة إنسانية يعني ما خلاص من تعداد الناس. الناس ما كان ما جاهزة يعني المواطنين ما كانوا جاهزين فوق الحرب دامت يعني، فما في زول ذاته عنده بكون الصوت موجود في حتته. وشيء ثاني نزوح الأسر يعني في أسر نزحت المشت للأسرة الثانية، حتى الصوت الموجود عند الناس لما يجوا أكثر من أسرتين ثلاثة في بيت بعض المناطق الناس بفترة آمنة يعني الناس بتتحول من منطقة لمنطقة، فبكون المخزون المؤن الموجودة ذاتها في خطر حقيقي يعني. إذا الهدنة دي لو استمرت يعني يومين ثلاثة الناس ممكن والأسواق فتحت الناس ممكن على الأقل تأمن يعني بعض الاحتياجات بتاعتها. الشيء الثاني يعني هي البنوك قافلة، وحتى لو أنت عندك ذاته ما في قروش يعني الناس يعني سوق مواقف، وفي ناس شغالين برزق اليوم باليوم. تخيل هذه الناس تبع يوم ما في دول يعني عنده حاجة يعني دي ذاتها واحدة من الكلات يعني. نعم نعم أستاذ خليل تكراز أنا بشكرك. أستاذ أنا بس داير برضو أوصل صوت شكر لمجموعة بتاعت الناصبين والشباب يعني ما قصروا، دي حقيقة أنا أفكر إنه مجموعة بتاعت الشباب يعني قاموا بعمل جبار يعني، هي بعرباتهم ويوصلوا الجرحى يتوصلوا بالناس يعني مبادرات فتح المراكز الصحية. أنا أفكر إنه ده برضو عمل جبار من الشباب ومن مواطني مدينة الفاشر يعني، أنا أفكر إنه في تكاتف بين الناس، ونتمنى إنه الهدنة دي للأقل الطرفين يسمعوا ويسمحوا إنه الهدنة دي تستمر، لكن إذا ما التزموا وبقت في خروقات حتكون في كارثة إنسانية حقيقية يعني. حتي المنظمات تماما طبعا طلعت من الفاكر، ما في منظمة عندها أي شغل ممكن تشتغل في مرتبة الأحداث اللي حصلت للـ WFP اللي علقت أنشطتها. فالمنظمات الكبيرة الـ UN-30 ما شغالة، ممكن يكون منظمة الأطباء بتاع الحدود الوحيدة اللي في الفاشل هي بتتحرك وتوفر بعض الأدوية، ودي ذاتها قدرتها حتكون محدودة على المعالجات الموجودة. فأنا أتمنى إن الأمور دي تستمر وربنا يجيب العاقبة.